حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل الكريم. متابعينا في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس الناقلة لهذه الأحداث المهمة التي تقام في عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة في 9 من شهر أكتوبر لعام 2022 أعلنت الانطلاقة الأولى من أشواطنا 16 التي تعلن مجرياتها بداية مع المحليات وبعد ذلك المهجنات للذلل الأصايل وتستمر مسيرة انطلاقات الأشواط ما بين أشواط الحيل والزمول وفئاتها. أعلنت الانطلاقة وبدأ الصراع والنزاع بين الشعارات المعلنة عن هذا الانطلاق الكبير في صباح يوم الأحد. نرحب بكل الحاضرين والمتواجدين والمتابعين عبر قناة ياس المتواجدة في قلب الحدث بين أجزاء وأمتار هذا المضمار. بداية مع المركز الأول نبدأ مع المقدمة والمنطلقة في هذه اللحظات. الريف مع المركز الأول المحتل القائد للمحليات الأصايل يقود المعركة ويبدأ النداء مطر بن مهير بن مبارك الحميري مقدما لنا ريف على مستوى المركز الأول منطلقة في ريف الميدان. المركز الثاني طاعة القادمة مع المركز الثاني بقيادة الدكتور راشد بن حمد بالزفنه العفاري. مرحبا بك يا الدكتور المقدم لنا طاعة المنطلق على مستوى المركز الثاني. نقلتنا الى المركز الثالث القادمة جميلة وخليفة بن احمد بن سيف الرميثي المقدم لجميلة. انتقل الى المركز الرابع حيث القدوم والوصول من
دمعه القادمة أحمد بن سعيد بالمر السبوسي يقدم لنا دمعه على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس خيره وثامر بن سيف المرر قادما مع خيره على مستوى المركز الخامس. شعار العرياني أيضا يقترب في هذه اللحظات ويقدم لنا الظبي سعيد بن سلطان العرياني. هكذا متابعينا في كل مكان الأسماء القادمة والمنطلقة الواصلة. وصلنا إلى المركز السابع لنتابع ثامن المراكز. مرحبا بهذا القدوم. هنا شعارك أيها الصعب محمد بن سلطان بن مرخان يقدم لنا شعاره من خلال تقديم تغرودة القادمة بتغاريدها الصباحية. ويقدم لنا تغرودة في قيادتها وعملية التضمير بدر بن علي بن حمود العويسي القادم أحد الشباب الأبطال. أيضا شعارك يا بن نصرة يقترب في هذه اللحظات ويغير من مركز إلى مركز مع العابرة القادمة بشعارها القادمة العابرة بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. أيضا من الشعارات الكبيرة. ويتابع مبارك بن نصر العامري بمفاجآته وإنجازاته القدوم والوصول. هنا معزة كذلك قادمة عوض بن مبارك المهيري يقدم لنا معزة أحد الأسماء الرنانة والكبيرة مثلنا خير تمثيل في المهرجانات والاحتفالات الخليجية. العودة إلى مقدمة الشوط. العودة إلى ريف. ما زالت على المركز الأول ريف. ويقدم لنا ريف مطر بن مهير بن مبارك الحميري. ولكن الريف 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 اللي ما زالت مسيطرة على مستوى المركز الأول تلاعب الصدارة. مطر بن مهير بن مبارك الحميري ما زال متمسكا بزمام الأمور يقود المعركة بشعاره الكبير. المركز الثاني سفير للأصالح يا أبو حمدان بإنجازاته وتاريخه المشرف لهذا الشعار يقدم لنا في هذه اللحظات طاعة الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري. قدم الكثير والكثير في عالم الأصايل. المركز الثالث الوصول من دمعة مع المركز الثالث. يقدم لنا دمعة أحمد بن سعيد بالمر السبوسي يقدم لنا دمعة مع المركز الثالث. المركز الرابع جميل خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي. المركز الخامس قديمة خيرة وثامر بن سيف بن ثامر المرر يقدم لنا خيرة على مستوى المركز الخامس. بن نصر يقتحم المراكز ويقترب مع المركز السادس ليقدم لنا العابرة سعادة صالح بن محمد بن نصر العامر رجل المفاجآت. أيضا القدوم من البويضة أول ندال البويضة وبطي بن غانم بن يداه المنصوري يقدم لنا البويضة بإنجازاتها وتاريخها. البويضة قادمة وكذلك مع الزعوض بن مبارك المهيري. وأيضا قدوم من تغرود محمد بن سلطان بن مرخان وكذلك الانضمام من زم مبارك بن صغير بن دري المنصوري والهد
جده قادمه، عوض بن مبارك المهيري وبروق مع خريبيش بن محمد الوهيبي. يا لها من اسماء قادمه، اسماء قادمه بكل قوه، ولكن العوده العوده الى ريف ريف ريف. ما زالت على الصداره، ما زالت في الانطلاق الاول، ناويه على الناموس الاول في شوط المحليات. تقدم هذا العرض الكبير في شوط الكبار، في شوط الابطال. مطر بن مهير بن مبارك الحميري يقدم لنا ريف. روح يا الحميري روح، بن يداه رفع يداه، رفع يداه بن يداه، ويقدم لنا البويضة بانجازاتها برموزها في بطولاتها وتاريخها. المشرف يقدم لنا البويضة بطيب بن غانم بن علي المنصوري. ولكن الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو الاثارة وكيلو الصراع مع ريف، مع مطر بن مهير بن مبارك الحميري. يكرر الانجاز، الانجاز تلو الانجاز قبل اسبوعين، وهو المتحكم والمتصدر بناموس هذا الشوط. يعود من جديد، يعود مع ريف. ما زال هو المخيف، ما زال هو المخيف. الحميري مطر بن مهير بن مبارك، امطرهم امطرهم، وامتع جماهيره، امتع محبينه مع هذا الشعار. مطر بن مهير بن مبارك الحميري عاد من جديد، عاد من جديد لينتزع هذا الناموس، ليبقي الناموس مثل ما ابقى قبل اسبوعين. الى العين مباشرة يا الحميري، يا الحميري روح 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 مع ريف. ومن يقودها؟ حمد بن فهد الاكتبي، بن يدا قادم، بن دري قادم. هل يبقى السلام بالعين واللعين الاخوان على الناموس؟ ولكن الحميري، الحميري احمرت عينه من اجله للعين. مشكور يا مطر يا بن مهير يا الحميري. مالك وريف، ومن قدمها؟ حمد بن فهد الاكتبي قدم لنا ريف مع ناموس الشوط الاول. المركز الثاني زمه مع المركز الثاني مبارك بن صغير بن دري المنصوري، وثالثا البويضة بطي بن غانم المنصوري، ورابع المراكز الهدى عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، وخامس المراكز كان الوصول مع تغروده ملك محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. هكذا متابعينا في كل مكان ناموس الشوط الاول الخاص للذلل المحليات الاصايل، 9:41 وجزئين من الثانية، مع ريف ملك مطر بن مهير بن مبارك الحميري. ومشكور من رافقها الاكتبي حمد بن فهد. 9:42.5 من الثانية زمه ملك مبارك بن صغير بن دري المنصوري. وثالث المراكز البويضة ب9:43 بدون أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك البويضة بطي بن غانم بن علي المنصوري. هكذا الثلاث المراكز الأولى، النتيجة النهائية ذكرناها للخمس المراكز، والتوقيت الزمني للثلاث المراكز الأولى. ينطلق شوط جديد، والزميل سالم بن علي الحبسي له الكلمة فليتفضل مشكورا. شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هكذا